أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم هو مقارنة الأعداد باستعمال الرمزين أكبر وأصغر. من خلال التجربة الميدانية شفنا بعض التلاميذ ما يطيقوش يديروا الرمز أكبر ولا أصغر، كان اللي وجهه إلى اليمين وكان اللي وجهه إلى اليسار. اليوم إن شاء الله بربي نتعلموا كيفاش نديروا الرمز بطريقة صحيحة. بسم الله. لدينا العدد 17 ولدينا العدد 25. نلاحظ عزيزي التلميذ، راني لونت العدد 2 باللون الأحمر واللون 1 باللون الأحمر، يعني العشرات في العدد 25 والعشرات في العدد 17. لماذا؟ لأن الاثنان هذه والواحد اللي لونهم هما اللي خلوني نفرق بين هذين العددين باش نعرف وينها كبير وينها صغير. دائما من نبغي نقارن بين عددين نروح للمنزلة الكبيرة، المنزلة الكبيرة أو المرتبة الكبيرة. المرتبة الكبيرة في العدد 25 هي 2، والمرتبة الكبيرة في العدد 17 هي 1. إذن الاثنان والواحد بطبيعة الحال 2 هي كبيرة، وبالتالي نضع الرمز هكذا. علاش وجهته 25؟ لأن العدد أو الرمز هذا دائما يتجه نحو العدد الكبير. 25 هو كبير، إذن الرمز يتجه نحو 25. ننتقل إلى المثال الثاني. عندنا العدد 82 وعندنا العدد 39. كما قلنا لونا العدد 8 والعدد 3، العشرة 8 والعشرة 8. لاحظ أن 8 كبير على 3، وبالتالي 82 كبير على 39. إذن الرمز وين يكون موجه؟ للثمانية ولا للثلاثة؟ يكون موجه للثمانية، لخاطرش الثمانية هي الكبيرة. هكذا إذا نقرأ 82 أكبر من 39، وإذا بغينا نقرأ العكس معليش، 39 أصغر من 82. ننتقل إلى مثال آخر. 942 957. هذا العدد أو العددين متكونين من 3 مراتب، الوحدات والعشرات والالاف. لاحظ عندي في المئات عندي 9 في العددين للزوج، 9 في المئة 8 و9 في المئة 8. في هذه الحاله ما نطيقش نقارن، اذا ننزل لتحت، ننزل الى المرتبه الاصغر. اذا هنا في اليمين عندي 5 وفي اليسار عندي 4، اذا 5 اكبر من 4، وبالتالي 957 يكون اكبر من 942، والرمز يتجه جهة الخمسة هكذا. 957 أكبر من 942، ونقرأ العكس كذلك صحيح، 942 أصغر من 957. مثال آخر. 6647. 6657. قلنا من نبغي نقارن بين عددين نروح نشوف للمنزلة أو المرتبة الكبيرة. المرتبة الكبيرة في العددين هي 6، يعني 6 في الآلاف و6 في الآلاف منا. ننزل خاش ما نتكش نقارن، ننزل إلى المرتبة الأصغر، عندي كذلك 6 في المئات و6 في المئات في العدد الثاني، كذلك ما نتكش نقارن، نزيد ننزل للعشرات. إذن العشرات جاء اليمنى عندي 5 ومنا عندي 4، وبطبيعة الحال 5 أكبر من 4، وبالتالي 6647 أصغر من 6657. إذن الرمز وين يتوجه؟ يتوجه للعدد 5 ولا 4؟ يتوجه للعدد 5، لأن 5 هي الكبيرة، وبالتالي نقول 6647 أصغر من 6657، وكن نقرأ العكس كذلك صحيح. مثال آخر. 33358. العدد الثاني 33351. نلاحظ العدد هذا عزيزي التلميذ، عندنا مرتبة الآلاف أو منزلة الآلاف 33000، وعندنا كذلك منا 33000. نزيد نهود للعشرات أو للمئات، عندي 3 من و 3 من، العشرات عندي 5 من و 5 من. إذن هنا العدد راه متشابه في كل تقريبا في كل الأرقام،
إذا بما أنه متشابه في كل الأرقام، إذا نحوس على الرقم، ننزل للرقم الأخير أو المنزلة المرتبة الأخيرة. المرتبة الأخيرة منا في العدد هذا عندي 1، والمرتبة الأخيرة منا عندي 8. إذا 8 أكبر من 1، وبالتالي 33358 أكبر من 33351، والرمز يتجه من جهة 8 هكذا، لأنه هو الأكبر، لأنه هو الأكبر. ننتقل إلى مثال آخر. هنا عندي 10001، 10001، وعندي العدد هنا 9999. الكثير من التلاميذ من يشوفوا 9999، يعني العدد أكبر هو 9، ويشوفوا من الأصفار والواحد يروحوا مباشرة يقول 9999 هو الأكبر، هو الأكبر، خاطش على هذا فيه التسعات والتسعات عدد كبير، وهذا فيه غير الأصفار والواحد. هنا يا عزيزي التلميذ راك غالط. علاش؟ لأن العدد هذا تاع 9999 راه فيه 4 أرقام فقط، الوحدات والعشرات والالاف والمئات، والمئات والالاف. بصح العدد هذا اللي منا راه فيه الوحدات والعشرات والمئات والالاف وعشرات الالاف. خطرة اخرى، قبل ما نقارن بين عددين نعد الاعداد او الارقام. منا في الجهة اليمنى عندي 4 أرقام، وفي الجهة اليسرى عندي 5 أرقام، وبالتالي اللي فيه 5 أرقام ولا اللي فيه الارقام كثيرة هو كبير هكذا. إذا 10001 أكبر من 9999، وهذوك الأصفار اللي رانا نشوف فيهم ضروريين، ما نطيقوش نقلعوهم خاطر راهم في الوسط. لاحظ مثلا هذا المثال، كي نقراو هذا العدد نقراوه 601، 601. لاحظ العدد الثاني 999. بعض التلاميذ يقول لك المعلم أنا فاني نعد الأرقام، في 601 يجي عيد الأرقام يسيب 5، وهنا يسيب 3، يقول لك ما اللي فيه الأرقام بزاف هو كبير. لا عزيزي التلميذ، راني نشوف باللي الأصفار هادو اللي راهم موجودين على اليسار هي أصفار ضفناها فقط، وليست بحال بالضرورة باش نقراوها، وبالتالي نقدروا نحذفوها. إذا تبقى لي 601، في هذه الحالة راهي باينة باللي 999 أكبر من 601، والرمز يتجه جهة 999. إذا نقرأ من اليسار إلى اليمين، 601 أصغر من 999، وإذا قرينا العكس معليش، 999 أكبر من 601. نتمنى عزيزي التلميذ نكون وصلت لك الفكرة، وإن شاء الله بربي ما تزيدش تغلط. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.